جينا بقى اللعبه من لعب بابا وماما الشوال. اكيد كنا كلنا بنلعب في التسعينات لعبه الشوال، ولا ايه؟ ولا ايه؟ اه ماشي. هنبتدي بالابهات بقى الحلوين. يلا بينا كل واحد يجهز كده ويلبس الشوال. هنروح يا ولاد نسلم على ماما ونرجع تاني على طول نبدل الشوال لحد ما نشوف مين الفريق اللي هيبقى بيسبق في التبديل وفي الملوحه والمجاي. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي اند جو. حماس حماس. سلم. ايوه ارجع بسرعه. برافو. هاي هاي هاي. حاسب حاسب. يلا بسرعه بسرعه لبس. يلا لبسها. لا لا غيروا غيروا الشوال. يلا بسرعه. عمر غير ورايح بسرعه يا عمر. يلا يا مرمر. برافو يا مرمر. يلا يا مرمر سلم على ماما. ارجع يا عمر. برافو يا ايسن. برافو يا ايسن. ارجعي سلمي على ماما. حاسب يا مرمر. يلا بينا ارجعوا ارجعوا. يلا بدلي بسرعه يا ايسن. برافو. بدلي يا بيرلا. يلا يا ملك. برافو احنا بنفس الحته. يلا يا بابا ساعدهم. يلا يا ملوكه شاطره. يا ملك سلمي على ماما. برافو ارجعي. يلا يا بيرلا. يلا يا بيرلا. ملك قربت توصل. ملك وصلت بسرعه. الفريق الاحمر بوصل وبيرلا خلاص بتوصل، بس طبعا اللي سبق هو الفريق الاحمر. برافو 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 برافو. يلا بينا نروح نشوف العاب التحدي عندنا النهارده ايه. ايه الشطاره دي؟ جينا بقى لعبة الكورة والأجوال، وكل طبعا واحدة عارفة هتعمل إيه، صح كده يا مامات؟ طب يلا بينا نبتدي على طول، وأنتوا برضو عارفين هتعملوا إيه لما الكورة تروح هتجيبوها بسرعة. إيه ده؟ إيه ده؟ إسلام مش ممكن. قاعد بقى اللي هو يلا. إزاي كده؟ إزاي جاهز كده؟ طيب جاهزين؟ قعدة القصرة دي أخبارها إيه معاكم؟ تمام؟ مفيش إيدين. معلش بقى ما هي اللعبة كده. يلا بينا. واحد. الله. واحد. يلا واحد صفر. اتنين. انت ازاي بتلعبي كده بقى؟ ما انا قلت اتنين. ماشي يلا اتنين. يلا الله الله الله. ماشي يلا تلاتة. برافو. يلا يا مطر. برافو. تلاتة. هنا فقط تلاتة. يلا يلا تلاتة. كانت هتخش. مفيش ايدين في الموضوع. يلا أربعة. حلوة قوي يا محمد. أربعة. جامدة جدا يا إسلام. مش ممكن التفاني. يلا خمسة. أي ماشي خمسة. حلوة قوي. ده انتوا الطوال بقى مع بعض وفاهمين ايه تعملوا ايه. يلا ستة. اي ستة. حلوة قوي حلوة قوي الماتش ده. ماشي يلا بسرعة يا بيرل. سبعة. سبعة يا ماما. اي حلوة قوي سبعة. اي عاجبني جدا اللي بيحصل ده. ماشي يلا تمانية. كده اتنين واحد. تمانية. ماشي اتنين واحد للفريق الأصفر. يا حبيبتي هاتي الكرة جوه اهي. يلا احنا في رقم ايه؟ تسعة. يلا تسعة. برافو تسعة. برافو حلوة قوي. انتوا بتلعبوا حلو. اخر كورة. اتنين واحد لصالح الفريق الاصفر. عشرة. اخر كورة حلوة جدا. عشرة. اتنين واحد لصالح الفريق الاصفر. ماتش قوي جدا ما بين الابهات. طبعا طبعا يعني تحية وتشيك هاندز طبعا. يلا نخش نشوف ايه بقى تحديات تانية عندنا النهاردة. شكرا. تحدي الجينجا بقى، وهنشوف مين النهارده اللي هيوقع البرج من الاسرتين الحلوين الطعمين اللي منورنا. مين هيعترف على نفسه من قبل ما يجرب؟ مين هيوقع البرج؟ ما حدش هيعترف. حلو قوي قوي قوي. هنشوف بقى مين بقى فعليا. اتفضل استاذ اسلام على طول كده.
لا فن تفضل وقع على طول. ثبات انفعالي، تركيز، دقة، فاهم؟ شوية حاجات في بعض كده فتتطلبهم هذه اللعبة. الله، أنا بس عايزة أفكرك إن البنات نفسها تلعب والله. أه والله فاهم؟ يعني يا ريت توصل لهم. طب شوف غيرها. أي بس قولوا له اي حاجه. برافو برافو. ايوه براحة. بابا بابا تقول لك بابا. شاطر يا بابا. نايس. ماما انت ماما يا ماما انت يا حبيبتي. ماما بالراحه يا دكتور. الله اشمعنى بصي بص لهم ازاي يا عيني بص لهم اللي هو ايه يا بنات في ايه؟ مفيش كده فعلا. اشمعنى ماما؟ الله الله الله. ايه يا دكتور؟ يا دكتور؟ بعيد واحده صح؟ ايه يا دكتور التعور ده يا دكتور؟ انت قلتي انت دكتورة ايه؟ دكتورة صيدلانية. اه طب اسمها ايه؟ طب شوفي غيرها انت بنتي وعوجتي البرج كله. ما مثلا بقت صعبة قوي. هتعرفي بتقولي النبي ثقة عمياء. لا 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 التالتة بتاعتهم. ايوه يا ولد. يلا يا باشمهندس عيب قوي بقى لو انت ايه ماما بقى الهندسه بقى وكده. الهندسه يقول لك هندسه يا ماما. طب ايد واحده ما تسقفش بس توقع برج عادي. الله برافو. لا هندسه. ايوه كده ماشي برافو. فيرلا جربي وبالراحه. تعالي بصي انت مش عارفه اول مره تلعبيها صح؟ تعالي نجرب مع بعض كده ايه ممكن اكتر واحده تطلع بسهوله. تحسسي كده سهله خالص بتقول لك شكلك هتوقعيها وايه. جربي كده بايديكي حطي صوابعك كده وجربي ايه اللي ممكن تطلع معاكي لوحدها مثلا. لا طلعتش. جربي تلاقي هنا. بلاش دي. جربي تشيلي واحدة من الجنب، جربي تزقي واحدة من النص. أيوة مثلا. ثقة في أختك شوية يا حبيبتي. برافو يا بيرل. حاضر يا كتير جميلة أيسوني. شاطر. ايد واحدة يا بيرل معلش. ايد واحدة انت أول مرة تلعبي. برافو والله برافو. شاطر. انت بقى قالوا لي ايه عمر قال لي هي الوحيدة اللي بتعرف تلعبها عندنا. فهي واضح انها فعلا جاية عارفة هي هتعمل ايه. برافو يا ملك والله. ايه الثقة دي يا ملك؟ يلا يا ايسوني. لا ايوه ايوه. سلام سلام. العكس. برافو. يلا يا مرمى. في واحدة يا عمر طالعة جاهزة. تعالى نشوفها من هنا كده. نعم. عمر بص يا عمر شايفة طالعة لوحدها؟ مش شايفة؟ اوكي. العند جميل جميل العند بس شاطر. هو برضو محدد هدفه من قبل ما يخش. اه برافو 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 يا عمر. برافو. اتفضل. اه والله دورك تصدق. ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى صحيح؟ ايه بقى؟ ما في واحدة اهي يا جماعة طالعة. ايوه. الله؟ معقولة؟ يلا صعبوها أكتر. يلا. انتوا بتلعبوها في البيت أصلاً؟ تعالى كده بس.
يا كده يا كده، تعالى نشوفك كده نشوف ايه تختار ازاي. تلعبوها اصلا في البيت؟ بلعبها تحت فين؟ في الشارع. بجد؟ اوكي. نايس. يلا يا دكتور. الله دكتورة دكتورة. يلا يا باشمهندسة. احب افكرك ان انت بالذات ما ينفعش توقعيها. يعني فاهمة؟ اخدنا بقى في اعدادي بقى صح؟ حاجات بقى ليها علاقة بالحاجات دي ولا لا؟ لا. برافو. يلا. انا علمتك بقى فانت المفروض خلاص فهمتيها. اعتمدي على نفسك بقى عشان احنا عملنا ايه؟ انت عملتي حركه انا مش مصدقه ان انت عاملاها. اوكي. خلاص اصلا قربت تقع. يلا يا بيرلا محتاجة تاخدي قرار. يلا يا بيرلا. أنا آسفة أنا مضطرة أوترك يعني وأقول لك بقى خمسة. فوق. أي ممكن دي. خمسة. مش هعرف أوترك أكتر من كده. ها شيليها شيليها يا بيرلا اللي انت طلعتيها اوريدي فوق بالظبط. كأنها وقعت بالظبط. يعني للأسف الشديد يعني. ماشي هنروح نكمل تحدي تاني ونشوف. بس يعني عاجبني قوي ان هو وقع واقف دي. يعني أول مرة برج يقع واقف. يلا نشوف التحدي اللي بعده ايه ونرجع تاني على طول.